difficulty so far. Hey there, and welcome. الحين أبغى أدور لي تطبيق للوعي التام. ليش بدور لي؟ لأنه لي مقطع إن شاء الله آخذ يعني كل يوم يعني مقطع عن تطبيق الوعي التام. في كتاب اسمه العمل الصغير للوعي التام. هذا الكتاب يعطيك تطبيقات أنت تسوينها، أشياء تساعدك على مكافحة التوتر وتحسين الحياة. فأمس بدأت أقرأ، خلصت المقدمة، خلصت الأشياء كلها اللي تكون في البداية، وصلت للجزء الأول. الجزء الأول ببدأ، بس كان من بداية الكتاب أو من مقدمة الكتاب اللي هو تأمل 10 دقائق يوميا إلى ما تحسون أنكم تبغون تكثرون من التأمل، وبعدها تبدون تسوون تطبيق للوعي التام، ويكون كل أسبوع تسوون تطبيق. ولخص لنا إياه الكاتب بالنهاية الكتاب اللي هو 8 أسابيع تغير حياتك. فالكتاب مرة حلو صراحة، من مكتبة جرير، أنصحكم فيه. لأن ما أدري من البداية فادني، كنت شوي زعلانة متضايقة أمس، ف مرة صراحة ساعدني بإني أتخلص من
بعض من الحزن نقول، فحسسني بطاقة إيجابية وبراحة صراحة، فأنصحكم فيه الكل اللي يبغى يتغير أو شيء. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن كلمة اقرأ هي المفتاح لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهي المفتاح لعبادته، وهي المفتاح لتوحيده سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن في أول 4 آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى علينا هناك 6 كلمات لها علاقة بالعلم والتعلم. I'm so excited to be back in Istanbul.